قرية منشأة السادات كانت تحمل تجربة مختلفة. دق البير على عمق 102 متر، طبعا حصل تحليل المية قبل التشغيل عشان خاطر نعرف المواصفات المطلوبة للتركيب بالظبط. دي وحدة كالسيوم هيبوكلورايد بتتحقن في المية عشان تعقيم، عشان أكسدة الحديد والمنجنيز اللي موجود في المية. بعد كده في فلتر رملي بيشيل العوالق الصلبة والتربدة اللي موجود في المية، وبعد كده في فلتر اللي هو اكتيفيتد كربون سويدي جاكوب سويدي، ده بيشيل الكلور اللي اتحقن في المية والروائح والمواد العضوية. وبعد كده في الفيزل الثالث اللي هو البرم كلاك الامريكي، ده بيمتص الحديد والمنجنيز اللي اتاكسد. بعد كده المايه بتعدي على وحده الترشيح او التنضح العكسي اللي هي الريفرز اسموزس، ودي احدث حاجه في مجال معالجه المايه دلوقتي. تتعرف باسمك الاول؟ سمر محروس. طيب انت ازاي بتجيبي المايه النظيفه؟ يعني هي دلوقتي شفناكي وانت بتاخدي المايه من التروسيكل من محطه تنقية المايه، بتتعاملي معاها ازاي؟ بنجيبوها بنغسل الحاجة اللي بنحطها فيه ونملوها، وكل يوم بنملو ومية نضيفة. المحطات دي محتاجة تدخل، بمعنى مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية لو كانت جماعية مع شركة الكهرباء يدعموهم، مش يراقبوا عليهم ويقفلوا لهم المحطات.